النشاط هذا قمنا به في مدينة الأربعاء بحضور عدة شعراء من عدة ولايات. الهدف من هذا اللقاء هو جمع الشعراء، لأن اعتقادا منا بأن الشعر له دور في التربية وتهذيب النفوس، كما أنه يعبر عن لسان الشعوب والضمير تاعهم. أحمد جبيرت شاعر من الأربعاء، وشاركت مع النشاط الجمعية هذه، وهي مشكورة جدا على النشاط اللي قامت به، وماذا بيا تكون مبادرة قيمة ونزيدوا نشاركوا خطوة أخرى معها ونزيدوا في أشعار آخرين. بداية نشكر هذه الجمعية الفتية على احتضانها هذا اللقاء الكريم الذي يحاول أن يلقي القبض على المبدعين وعلى أهل الفن والكلمة المسؤولة. كان لي الشرف أن أشارك في هذه الأمسية لكي أحتك مع شعراء كبار وأكتسب منهم بعض الخبرة. فرصة المهرجان الحقيقة هي فرصة لجمع طاقات شبانية، طاقات شاعرية، والحقيقة أننا فاجأنا المستوى الشعري الذي بدأ به الحضور.